بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. خلوا بالكم معايا ولاد عشان هحكيلكم حكايه. الحكايه واحد راح اشترى شيبسي. مين بيحب الشيبسي؟ كويس. واحد راح اشترى شيبس كيس كبير قوي، كيس قد كده، قاعد في التوب في محطه القطر، مش تخون في محطه القطر، حط كيس جنبه. وبعد شويه لقى واحده قاعده جنبه تاكل من الشيبس بتاعه. واحدة ست كبيرة كده محترمة قاعدة جنبه، هو يمد ايده ياكل واحدة، هي تمد ايدها تاكل واحدة. بص لها كده عايز يتخانق. لو حد عمل كده هتتخانق ولا هتقول له اتفضل؟ بص لها كده وهي بصت له كل هدوء وقعدت تاكل، هو ياكل واحدة هي تاكل واحدة. قعد يغلي اتخانق معاها الست دي، تخلي معاه تاكل مش شيبس بتاعي. فضل متغاظ بس ساكت، هي تاكل هو ياكل، هو ياكل هي تاكل. وبعد كده طلع راكب القطر، بيفتح الشنطه بتاعته لقى كيس الشيبس اللي اشتراه. يا نهار ابيض، شايفوا حاجه؟ يعني كيس الشيبس اللي كان هو وهي بياكلوا منه كان بتاع مين؟ كان بتاعها هي. وهو كان متغاظ، قال يا نهار ابيض، ده انا ما كنتش فاهم كويس ان انا ما اتخانقتش معاها. ده حاجات كتير بيبقى الواحد فاهمها حاجه وهي حاجه تانيه. خلي بالك، حاجات انا ببقى فاهمها حاجه وتطلع حاجه تانيه. هحكي لكم حكايه كمان. مره واحد راكب برضه القطر، راكب القطر، وهو راكب القطر قاعد عيله وقدامها عيله تانيه. فالعيلة معاهم شاب عنده مثلا 25-30 سنة، يعني صغير ولا كبير؟ كبير، 35 سنة. قاعد يبص من الشباك يقول له بابا بابا بص الشجرة. الناس قاعدة تقول الواد ده عبيط ولا ايه؟ بابا بص العربية. الناس اللي قدامه قاعدة مزغزة، بابا بابا شايف عجلة سكلة. والناس قاعدة متغاظة. وبعدين راح واحد بقى راجل من اللي قاعد قدامهم بقى عمل نفسه فاهم، خلي بالكوا عمل نفسه فاهم، قال له يا ابني ما تاخد ابنك ده للمستشفى وتروح تعالجه، واضح انه تعبان نفسيا. عارفين الراجل رد قال له ايه؟ قال له لا انا هقول لكم حاجة، اصل احنا لسه راجعين من المستشفى وهو كان طول عمره مش بيشوف، واتعملت له عملية في عينيه وأول مرة يشوف الحاجات دي. عشان كده فرحان لما بيشوف عربيه، فرحان لما بيشوف عربيه. فهمتوا حاجه؟ قام التاني اتكسف قوي قال له انا اسف معلش ما كنتش اعرف. يبقى نرجع لنفس الجمله اللي قلناها بعد اول حكايه. حاجات كتير نفتكر نفسنا فاهمينها ونطلع مش فاهمينها. قول معايا، حاجات كتير بتعتبر نفسك فاهم وتطلع ايه؟ مش فاهم حاجه. تطلع كنت فاهم غلط. احكي لكم حكايه كمان ولا كفايه؟ مره واحد ابنه عمل حادثه بالعربيه وراح المستشفى، ابنه بيموت. قال له فين الدكتور؟ الدكتور اتاخر، مش كلمناه؟ قال له ايوه كلمنا الدكتور بس هو هيتاخر شويه. يتاخر ايه؟ لو كان ابنه ده مش كان يحس يجي بسرعه، ابني بيموت. وبعدين بعد شويه تاخير جه الدكتور دخل. انت كنت فين يا دكتور؟ مش ابني بيموت مش تيجي تصلحنه؟ الدكتور ما بصلوش كده وراح داخل بسرعه اوضه العمليات. وبعدين العمليه اتعملت، الولد انقذوه، وبعدين الدكتور طلع ومشي على طول. الراجل لسه عايز يتخانق معاه. وبعد ما مشي قال له هو الدكتور مشي بسرعه ليه؟ مش يقعد؟ قالوا له اصل ابنه كان في نفس الحادثه اللي فيها ابنك، ابن الدكتور كان في نفس الحادثه اللي فيها ابنك، بس ابن الدكتور مات وهو رايح عشان يدفنه. فهمتوا حاجه ولا ما فهمتوش؟ الراجل اتكسف قوي وقال وانا عمال ازعق واقول لو كان ابنه اتاري ابنه ميت وساب ابنه اللي ميت وجاء عشان يعمل العمليه لابني وراح عشان يدفن ابنه. ارجع اقول لكم الحكايه اللي كنا بنقولها، حاجات كتير بتعمل نفسك فاهم وتطلع مش فاهم. حاجات كتير بتعمل نفسك فاهم وتطلع مش فاهم. يبقى لما يجي حد يفهمك تقول له اسكت،
انا فاهم كل حاجه، ولا تبقى يعني ساعتها بقى اجرارك لاجرارك. حاجات كتير فاهمينها بطريقتنا الغلط، ويجي واحد يوضح لك تبقى انا عارف كل حاجه ومحدش يعرفها، تبقى انت كده اسمك ايه بقى ساعتها؟ تستاهل بقى لاجرارك. لما يجي حد يفهمك تقول له لا فهمني انا ما كنتش فاهم. عشان كده الكنيسه بتعمل كده، تعالوا يا جماعه نشرح لكم حاجات كتير. لا 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 انا فاهم كل حاجه، انا ليا راي تاني. يا عم انت مش فاهم حاجه، احنا عمالين نشرح. انتوا عارفين مثلا لما ابونا في اخر القداس بيعمل الصينيه مرتين كده، واحنا نقول مبارك الاتي باسم الرب، مش عارفين كده؟ بيجيب الصينيه كده مره تقولوا ايه؟ مبارك الاتي باسم الرب، وبعدين يجيب الصينيه كده مره ثانيه ويقول مبارك الاتي، مش تعمل كده؟ عارفين دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ اللي يقول لي ابونا مرقص هيديله العربيه بتاعته. ايه رايك؟ معناها ايه الحركه دي؟ يعمل الصينيه كده مبارك الاتي باسم الرب، مبارك الاتي، يعني ايه؟ معناها ايه دي؟ مين شاطر يقول لي؟ ايوه؟ اهو انت عامل نفسك فاهم طلعت ايه؟ لا مش دي. اقول لكم انا دي معناها ايه؟ دي معناها صعب. معناها المسيح جه مره ساعه التجسد لما اتولد المسيح، وهيجي مره ثانيه بس عشان المجيء الثاني، علشان يجي يحاسب الناس كلها. المسيح جه مره وهيجي مره ثانيه، فهمتوا؟ طب على فكره في ناس كتير بتالف قصص وتقول في حاجه اسمها الملك الالفي، يعني المسيح هيجي ثاني ويمسك الناس 1000 سنه وبعدين يبقى يجي ثالث عشان الدينونه. احنا طول من الاول حركه في القداس بنقول هم مرتين، هو مره والمره الثانيه. المره الاوليه جه بشكل حمل وديع بشكل طفل مولود علشان التجسد، والمره الثانيه هيجي عشان يحاسب الناس كلها، مفيش لا ثالث ولا رابع. ادي حركه صغيره خالص بنعملها في القداس بس ليها معنى، فاهمين؟ المسيح جه مره وهيجي مره. عارفين مثلا احنا لما بندهن الصوره بالميلون معناها ايه؟ معناها ايه؟ الصوره دي اتدهنت بالميلون لما دشينا الكنيسه، معناها ايه؟ ان العذراء دي ما بقتش صوره العذراء، دي العذراء. مين ده؟ ملاك ميخائيل. ومين ده؟ بصوا معايا مين ده؟ واللي بعده؟ واللي هنا ده؟ كل واحدة دهنت بالميلون، كل واحدة سيدنا دهنها بالميلون ما بقتش صورة، بقى ده ماري جرجس، وبقى ده ماري مرقص، وماري مين. يبقى احنا لما نقعد في الكنيسة لو عندنا دلوقتي قداسة البابا موجود هنتشقى ونجري؟ ولا لا؟ عشان البابا موجود، سيدنا موجود. طب سيدنا ايه؟ احنا عندنا المسيح والعذراء، كل دول موجودين معانا واحنا عاملين نفسنا مش فاهمين. صح ولا لا؟ لو فهمنا ان دي العذراء كل واحد هيقعد كده متصمر قدام العذراء يقول انا النهارده شفت العذراء، اصل كنت ببص للصوره وبكلمها، دي مش صوره، دي العذراء صحيح، ده ماري مين؟ ده ماري جرجس، ده المسيح. انا النهارده دخلت كنيسه قعدت نص ساعه بس طلعت ايه؟ طلعت مبسوط قوي عشان كنت بكلم كل الناس الكبار دول. عندي مشكله، عندي حاجه مضايقاني، قعدت اكلمهم بس بكلمهم بصحيح مش بكلم صور. المسيح بصحيح، العذراء بصحيح. حد يطول يخش كنيسه يلاقي فيها العذراء والمسيح ويطلع بعد كده يخش قرفان ويطلع قرفان اكتر؟ مش ساعات تخش كنيسه تصلي تتضايق وتطلع بعد كده عامل ايه؟ تقول لي واحد لسه زينا. عارف ليه؟ عشان نسيت ان الصور دي مش صور. لو انت كنت داخل بايمان ان دول موجودين كنت هتخش تعبان وهتطلع مرتاح حتى لو مفيش حاجه حصلت. كفاية انك قابلت المسيح وقابلت العذراء ومارينينا وبابا كارولوس، كفاية انك فضفضت معاهم خلاص مشكلتك خلصت. علشان كده احنا لما نفهم كل حاجة في كنيستنا هنحب الكنيسة قوي. واللي مش فاهم يقول اي كلام، تقول له في اية بتقول انتم اللي اتعمدتم لبستوا المسيح. لبستوا المسيح يعني ايه؟ يعني كل واحد فينا لابس المسيح. افرض واحد فينا جاب تيشيرت كبير كده عليه صورة المسيح، تيشيرت كبير عليه صورة المسيح، وصورة المسيح تاني من ورا، ماشي التيشيرت كده عليه المسيح، هتقول له رايح فين دلوقتي؟ يقول لك رايح اتخانق واضربه بالشلوت، وكعبله عشان هو متغاظ منه.
تقول له طب والمسيح اللي انت لابسه ده؟ وبتبص كده مش مهم. ينفع؟ ينفع وانت لابس صوره كبيره للمسيح تمسك واحد تديله بالبوكس في وشه؟ ما ينفعش. ينفع تشتم تقول كلام وحش؟ لا. ليه طيب؟ عشان انت لابس تيشيرت عليه المسيح مش كده؟ طب انت مش لابس تيشيرت بقى، احنا من ساعه ما اتعمدنا لابسين المسيح. في آية بتقول أنتم اللي اتعمدتم لبستوا المسيح، ينفع تلبس المسيح وتخش فيه مكان مش كويس؟ ما ينفعش طبيعي، مش عايزة تعليم، ما ينفعش. اللي لابس المسيح حاجات كتير ما عادش ينفع يعملها، عشان التيشيرت اللي هو لابسه ده، ترى التيشيرت، أمال بقى لو لابس المسيح بجد. ينفع وأنت لسه طالع من التناول في الكنيسة تطلع بره تعمل حاجات وحشة؟ لسه متناولين. خلاص بقى عشان خاطر انا متناول، والحمد لله احنا بنتناول كل يوم، يعني عايزين كل يوم نقول لك خلي بالك، كل يوم اضبط نفسك عشان انت بتتناول. علشان كده حاجات كتير بنعتبر ان احنا فاهمينها وبنطلع مش فاهمينها. مره برضو في القطر، مش عارف حكايه القطارات النهارده. واحده قاعده في القطر ومعها بنت صغيره. البنت الصغيرة دي قاعدة عمالة تلعب تكب الشنطة بتاعت مامتها بعضرها على الأرض، والناس قولها ما تسكتي يا ست، انتي ما تربي بنتك ما تمسكيها، دي مسكت الشنطة كبتها كلها في الأرض. ومامتها قاعدة ساكتة سايباها تعمل اللي تعمله، تكب الشنطة تطلع الحاجات تقطع فيها. الناس قاعدة، الأم دي مش عارفة تربي بنتها. وبعدين في الآخر بقى واحدة تانية، ما تزعقي فيها شوية، مش بنتك؟ مش دي بنتك؟ عارفين قالت لها ايه؟ الحقيقة أنا خالتها، أنا مش مامتها. واحنا لسه راجعين من المستشفى وهي شافت مامتها وهي بتموت في المستشفى دلوقتي، فأنا خارجة أفسحها شوية. عارفين الناس عملت ايه؟ لا يا حبيبتي، بعتني وابتدت تجيب لها لعب، وابتدت واحد يجيب لها آيس كريم عشان طفلة صغيرة شافت مامتها بتموت ونفسيتها تعبانه فهي بتعمل كده. لكن احنا ما كناش فاهمين حاجات كتير، بنعمل نفسنا فاهمين ونطلع مش فاهمينها. عشان كده بنقول لكم اسالوا في كل حاجه هتفهموا. عايزين نفهم ليه بنعمل كده، ليه بنعمل كده، وليه ما بنعملش كده. لو فهمنا كل حاجه هتبقى ليها معنى. لله كل مجد وكرامه الى الابد.